صباح الفل عليكم او مساء الخير، بحبكم يا حبايب قلبي. احنا وصلنا اهوت ل 13000، عايزين بقى نكمل المسيره ونوصل ل 20000 سبسكرايب ونفرح مع بعض. الفيديو النهارده عن رقصة الداب، واللي انا اكتشفت في الاخر ان هي المهم. يعني الفيديو النهارده عن رقصة الداب اللي هي بتعمل اوعى الشوك اوعى الشوك. كله هيشوف دلوقتي، كله هيتحاسب في الوقت المناسب، هتطرح خسارتك وتاخد مكاسب. طبعا مش انا، ده المدفعجيه. اوعى الشوك اوعى الشغل يا بكا. رقصة الداب يا باشا. طبعا احنا بقى عاملين ابطال وعاملين نعمل ايه قولوا اصلا مش عارفين الرقصه ديت اساسها ايه. الرقصه ديت اساسها اصلا الناس اللي هي بتشتغل في المخدرات او اللي بيضربوا دراجز، هم اصلا الرقصه دي بتاعتهم اسمها رقصه المخدرات. ده اللي انا لسه مكتشفه اقسم بالله. والرقصه دي اصلا بيقولوا ان هي ممنوعه في المملكه العربيه السعوديه. يعني انت لو عملت كده اهو يا زميلي، عملت كده بس يا زميلي، او كده يا زميلي، ها زميلي الواد ده بيضرب ستروكس، زميلي الواد ده ضرب مخدرات. هاي ايوه عايز ايه؟ انت بتضرب مخدرات يا عم. والله ما بقى امال ليه بتعمل كده؟ وعرفت اسمها رقصة الداب. انا مبسوط جدا عرفت اسمها. رقصة الداب. طبعا والرقصة دي اساسا مش لسه جديده، يعني الرقصة دي اصلا من 2015 2016 تمام. فانا حبيت اتكلم عنها يعني واشارككم بعض هذه المعلومات. في تاني في تاني في تاني في تاني فيش تاني. عايز منكم في الكومنتات اعرف رايكم في رقصة الداب، وهل انت من مؤيدي رقصة الداب ولا لا؟ تمام يا جدعان، شير لايك كومنت ماشي يا باشا. وعايزين نوصل القناة والنبي والنبي. طب اعمل لكم ايه؟ انا عملت كل البدع ما شفتش صاحب الجدع. عايزين نوصل القناة 20000 مشترك. طالت والسلام عليكم.